الحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع محادثات هدفها الضغط المضاعف على إيران عن عودة المباحثات النووية في فيينا، نقرأ في صحيفة جوان الإيرانية. ومن صحيفة الأخبار اللبنانية، السلاحف المصرية في غزة، إعمار على مهل حتى تتنازل حماس. ومن إيكونومست عن أفريقيا وكورونا، نقرأ هل يجب أن يكون التلقيح ضد كورونا أولوية في أفريقيا؟ في الميادين نت، مقال لأحمد الدرزي بعنوان كرد سوريا بين واشنطن وموسكو. كاتب اليوم ميشيل كالاغاسي ونناقشه في مقاله عبر الميادين نت، هل تكرر واشنطن مخطط الربيع العربي في دول رابطة آسيا؟ وفي الحدث هذا اليوم، اتفاقية الدفاع المشترك المغربية الإسرائيلية تدفع القوى الرافضة للتطبيع في المغرب إلى التحرك وتعزيز الجهود، ما هي حدود المواجهة؟ في جديد اليوم، رئيس حكومة طالبان يتهم المسؤولين السابقين بتضليل الأفغان ويحذرهم من المساس بأمن حكومته. وضيف اليوم مصطفى المعتصم. محادثات بهدف الضغط المضاعف على إيران، بهذا المقال لحسن رشاوند في صحيفة جوان الإيرانية نبدأ الحلقة، حيث يقول الكاتب كلما اقتربنا من محادثات فيينا تتزايد الأحداث التي تكشف عن برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول الإقليمية لممارسة ضغوط على إيران لإخضاعها وسحب امتيازات منها دون منحها أي امتياز. سلوك الترويكا الأوروبية وأمريكا يفسر المواجهة بين المجتمع الدولي وإيران. هذا المجتمع اليوم هو أداة غربية للضغط على الدول المستقلة مثل إيران. وبحسب الكاتب، فإن ما يثير القلق اليوم هو أن ما يعرف اصطلاحا باسم المجتمع الدولي يسمح لنفسه بتوجيه اتهامات لإيران بدل أن يوجه الأسئلة لبعض الدول التي تمتلك الأسلحة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية ابتعدوا عن رسالتهم وتجاهلوا الكيان الصهيوني الذي يمتلك 200 رأس نووية وتناسى السعودية التي تمتلك سرا معادلات الأسلحة النووية ووضعوا بخبث الأنشطة النووية الإيرانية فقط تحت المجهر. أجدد الترحيب بك ضيفنا الأستاذ مصطفى المعتصم من الرباط، وأنت عضو مجموعة العمل لمساندة فلسطين، أهلا بك. إذن أستاذ مصطفى، يرى الكاتب الإيراني أن هذه المحادثات التي من المفترض أن تنطلق غدا في هذه الجولة السابعة تأتي بهدف الضغط المضاعف على إيران في ظل أمر أوراق قوة تمتلكها إيران عند الذهاب لهذه المفاوضات، أبرزها أن العمل العسكري وهذا الخيار لن يجدي نفعا لإيقاف برنامجها النووي، وأيضا أن سياسة العقوبات لن تجدي نفعا هي الأخرى. إلى أي مدى من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إيران إلى تقديم تنازلات في هذا الملف؟ أنا أعتقد أنه يجب أن نبتعد على هذه الخرجات الإعلامية ونبحث في العمق، بعمق ما يجري اليوم على صعيد الساحة الدولية وبالأخص في موضوع الملف النووي الإيراني. حينما نبحث ما يكتبه كبار الاستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، نجدهم يعتبرون إيران قوة نووية قائمة بالذات، يمكن على الشكل الياباني، أي قوة ردع استراتيجي نووي محتمل أو افتراضي، أي أنها تمتلك القدرات على تطوير الأسلحة النووية من خلال قدرتها على التخصيب السريع للأورانيوم، تمتلك غواصات، تمتلك صواريخ طويلة بعيدة المدى، لها برنامج فضائي والتي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها تحاول تطوير صواريخ عبر القارات. فالغرب العسكري والغرب الاستراتيجي يعرف هذا جيدا، ومن خلال الضغط على إيران يحاول أن يصل إلى ما أحسن اتفاق ممكن، ولهذا حاولوا ويحاولون أن يدمجوا أيضا البرنامج الصاروخي الإيراني. أما هم في الواقع فهم يعتبرون اليوم أن إيران دولة نووية
تمتلك الدورة النووية وتمتلك أيضا الإمكانيات إن أرادت. نعم. وهي حتى الساعة تمتنع عن هذا الأمر، ولكن استطاعت أن تتحول في أي لحظة إلى قوة نووية، ولهذا أمريكا تمتنع عن أي فعل عسكري استفزازي كما الكيان الصهيوني، برغم كل الحملات الإعلامية أو الخرجات الإعلامية أو البوزات الإعلامية التي يطلقها بين الفئات الأخرى، لأنه يعرف أنه في حالة ما إذا تجاوز هذا الخط الأحمر وقصف المنشآت النووية الإيرانية فسيكون طبعا الرد الإيراني هو الإعلان على إذن يدركون أنه لا تنازلات إيرانية اليوم. طبعا طبعا نعم. يدركون هذا الأمر ويحاولون الوصول إلى نوع من 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 الحد الأدنى من الاتفاق الذي يضمن أن إيران لن تستعمل هذا السلاح النووي ضد الكيان الصهيوني طبعا. نعم. واشنطن لن تعود شرطي العالم، مقال في صحيفة الوطن السورية لتحسين الحلبي يقول فيه: الواقع الدولي الجديد بدأ يفرض جدول عمل جديد على الولايات المتحدة لم تستطع تجنب تحدياته الدولية بعد اليوم، بعد استعادة روسيا الاتحادية والصين لقدرات عسكرية واقتصادية كبيرة وتحالفات إقليمية استراتيجية في أكبر قارتين أوروبا وآسيا. بدأ هذا الواقع يفرض جدول عمل جديدا على الولايات المتحدة لم تستطع تجنب تحدياته الدولية، فالعالم ينتظر بعد أسبوع نتائج المفاوضات النووية في فيينا والحل المتفق عليه في الموضوع النووي مع إيران، لأن فشل هذه المفاوضات سيضع كل فريق من الفريقين أمام قرارات غير مسبوقة. المطلوب من جو بايدن الإقرار بأن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ودور الشرطي الأمريكي خلالها انتهت إلى غير رجعة، وستخسر واشنطن حلفاء أوروبيين في مقدمهم ألمانيا وفرنسا وآخرين في آسيا وفي مقدمهم اليابان وكوريا الجنوبية وباكستان، بينما تلجأ الهند للحياد لأن دولا كثيرة في العالم ترغب بالتخلص من الهيمنة الأمريكية. فإما أن تقبل واشنطن طواعية دفع استحقاق هذا الوضع الدولي الجديد، وإما أنها ستدفعه رغما عنها. أستاذ معتصم بالحديث، مصطفى المعتصم بالحديث عن هذه المنطقة والتحرك الأمريكي في المنطقة، إلى أي مدى تجد هذا التحرك مع تغير المعطيات والظروف لا يزال واقعي؟ وأيضا يعني هل يمكن أن تدرك واشنطن فعلا أن كل محاولاتها لأن تكون شرطيا لم تعد تنجح؟ أعتقد أن أمريكا مدركة لهذا الأمر منذ زمن بعيد، حينما فشلت في بناء الإمبراطورية، وحينما فشلت في تعبئة حلف الناتو وراءها، هي وسعت حلف الدول المنضمة لحلف الناتو، هي حاولت أن تغير العقيد العسكري لحلف الناتو بحيث أن يتحول من حلف يدافع عن أوروبا إلى حلف له مهام عسكرية خارج أوروبا، في أفغانستان، في سوريا، في العراق، وفي غيرها من مناطق التوتر العالمية. لكن حلف الناتو لم يتجاوب فعليا وكليا مع هذا الأمر، كما أنها عجزت في بناء برغم كل الفقاعات الإعلامية في بناء ما يسمى بالناتو العربي أو الحلف الرجعي العربي والصهيوني. إذن أمريكا تدرك أنها لن تستطيع لوحدها ضبط العالم والتحكم في العالم أمام قوى عسكرية قوية مثل روسيا، وأمام قوى ناشئة تتحول الآن إلى قوى أيضا عسكرية بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية ألا وهي الصين، بالإضافة إلى طموحات دول جهوية وإقليمية كالبرازيل كتركيا كإيران. إذن نحن أمام تشكل أو على الأقل إرهاصات تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب، هناك دول تطالب بحقها في أن تكون ممثلة تمثيلا يليق بتاريخها بحضارتها بوزنها على المستوى الدولي، وأظن أن أمريكا لن تبقى بعيدة عن الاقتناع بأنها لن تستطيع أن تسير العالم بوحدها، وستضطر لاقتسام الريادة على الأقل في المرحلة المقبلة مع الصين، ثم بعد ذلك مع روسيا ومع القوى الإقليمية والجهوية، سواء في آسيا أو الشرق الأوسط أو في أمريكا اللاتينية. نعم. إلى الملف الفلسطيني، ومن الأخبار اللبنانية نقرأ تقريرا لرجب المدهون بعنوان
السلاحف المصرية في غزة إعمار على مهل حتى تتنازل حماس، على رغم الصخب الذي تحيط به مصر وعملها على إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، إلا أن ما تم إنجازه على الأرض حتى الآن يكاد لا يتجاوز حدود رفع الركام، وهو ما تعده مصادر فلسطينية تأخيرا متعمدا يستهدف الضغط على حركة حماس لخفض سقف مطالبها. وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت إلى الأخبار، فإن المصريين لم يقدموا حتى الآن أكثر من 5% من تعهداتهم. وتعد مصادر الأخبار ذلك ورقة ضغط على حركة حماس لخفض سقف مطالبها، بخاصة في ملف الجنود الأسرى الذي تضعه دولة الاحتلال كشرط لانطلاقة كبيرة في عملية الإعمار. وعلى رغم الانزعاج الذي أبدته الحركة أمام المصريين خلال المباحثات الأخيرة، إلا أنها لم تحصل على رد مقنع بهذا الخصوص، فيما تواصل القاهرة الترويج إعلاميا للعملية من دون أن يكون هناك فعل حقيقي على الأرض. أستاذ مصطفى، البطء بعملية إعادة الإعمار تعده إذن مصادر فلسطينية تأخيرا متعمدا يستهدف حركة حماس لخفض سقف مطالبها. أيضا في نقطة أخرى يناقش المقال المعاناة والصعوبات التي يواجهها القطريون والكويتيون في الإيفاء بتعهداتهم وإرسال الأموال للمتضررين من معركة سيف القدس بسبب تعنت السلطة. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه السياسة فعلا دافعا لحماس لتقديم تنازلات وخفض سقف المطالب فيما يخص تحديدا أيضا ملف الجنود الأسرى لديها؟ يجب أن نحترم حماس ونحترم الشعب الفلسطيني بالأخص في غزة ثم في الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني لو أراد أن يذهب في مسار أوسلو، أتحدث عن غزة، لكان اليوم على الأقل يعيش نفس الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة الإسلامية في حماس وباقي الفصائل المقاومة تعرف مع من تتعامل، تعرف من هو الكيان الصهيوني، وتعرف أيضا من هي الأنظمة العربية التي حرضت مرارا وتكرارا على ضرب حماس وضرب غزة، ولم تتدخل إلا حينما عجز الكيان الصهيوني عن تنفيذ مهمته الخبيثة ألا وهي تصفية المقاومة وضرب قاعدتها الجماهيرية. أنا لا أتصور أن شعب العمالقة يمكن أن يتنازل قيد ألمونة، قد تكون بعض الترتيبات التكتيكية. الحصار الاقتصادي هو حصار تعايش معه الشعب الفلسطيني وعانى منهم منذ مدة، كما عملت منه كل الشعوب التي رفعت شعار المقاومة ضد الإمبريالية وضد الهيمنة الاستعمارية. المشكل الكبير عند الفلسطيني اليوم هي السلطة. السلطة هي كانت سبب كل مصائب أو جل المصائب وسهلت كل ما حدث بعد أوسلو. هي تطبيعها مع الكيان الصهيوني هو الذي جعل كثير من القيادات العربية يعني يرفع عنها الحرج وتطبع مع الكيان الصهيوني. اتفاقية أوسلو جعلت دولتين تعداد سكانها ما يقرب من 3 مليار، اللي هما الصين الشعبية والهند، تعترفان بالكيان الصهيوني. اتفاقية أوسلو جعلت إفريقيا تنفتح على الكيان الصهيوني. جل المصائب وراءها اتفاق أوسلو. وللأسف الشديد أن بعد المذابح والمجازر والتطويق والحصار الاقتصادي لغزة، كانت السلطة إلى حد ما في بعض الأحيان تساهم فيه من خلال منع الرواتب عن الموظفين في غزة. إذا المشكل اليوم الكبير بالنسبة للفلسطينيين هي السلطة. هذه السلطة إما أن تصطف إلى جانب شعبها أو ترحل. نعم، إلى ملف آخر وإفريقيا، هل يجدر بها أن تجعل التطعيم ضد كوفيد-19 أولوية؟ مقال نشرته The Economist. هذا المقال خلال الصيف يقول فيه الكاتب: مثل نقص الإمدادات المشكلة الأساسية، فاصطف الأفارقة منذ ساعات الفجر للحصول على لقاح ضد كوفيد-19، لكن معظم الجرعات كانت تذهب إلى البلدان الغنية. أما الهند وهي منتج كبير للقاح فحظرت التصدير، ما آل إلى نتائج وخيمة. وأشارت بعض التقديرات إلى أن السنغال شهدت 7 أضعاف عدد الجنازات مقارنة بالحال في الأوقات العادية. كذلك كان
كان حفار القبور في بلدان إفريقيا في بلدان إفريقية أخرى يعملون ساعات إضافية، واليوم تصل نسبة الأفارقة الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح ضد المرض إلى 7% فقط. لكن في الأسابيع الأخيرة ازدادت شحنات اللقاحات إلى إفريقيا بشكل كبير، وتلقت نحو 50 مليون جرعة في أكتوبر، أي ما يقارب ضعف العدد الذي وصل في أيلول سبتمبر. العاملون الصحيون في إفريقيا مثقلون بالفعل فوق طاقتهم، ومن بين أولوياتهم تقديم التطعيمات التعويضية لأمراض مثل الحصبة والكزاز في الاستطلاع التي أجريت في 15 بلدا إفريقيا من قبل الهيئة الاستطلاعية. قال 47% فقط من المستطلعين إنهم من المحتمل أن يتلقوا اللقاح عندما عرضت جرعات اللقاح على العاملين الصحيين في مستشفى موروتو، لم يأخذها سوى نصفهم، وربما تمثل قلة الثقة أو قلة الثقة في الحكومة، وهي حالة مزمنة في جميع أنحاء إفريقيا، جزءا من المشكلة. يعني هناك ضمنيا أستاذ مصطفى حديث عن أنه الأفارقة وكأنهم جاهلون، لا يريدون أن يتعاملوا مع العلم، لا يثقون به، وحتى لا يعيرون أي اهتمام للإجراءات الوقائية. اليوم عند الحديث عن مسؤولية الأفارقة مع الرغم عن عدم العدالة في توزيع اللقاحات حول دول العالم، إلى أي مدى يتحمل الغرب الذي وضع يده على مقدرات الدول الإفريقية وحاول تجهيل هذه الشعوب مسؤولية ما يجري؟ سيدتي، سأعطي مثل بالنسبة للمغرب والجزائر. قبل دخول الاستعمار كانت نسبة الأمية منخفضة جدا، بحيث أن كل مغربي وكل جزائري وكل تونسي كان يعرف القراءة والكتابة ويتعلم قراءة القرآن. هلا عندما دخلت فرنسا وخرجت لم يبقى في المغرب إلا القليل جدا ممن يعرفون القراءة والكتابة. وبعد مرور 40 سنة من استقلال المغرب كان عدد الأميين، أقول الأميين، يصل وسط الفتيات إلى ما يقرب من 90%، ووسط الذكور إلى ما يقرب من 80%. بدأ المغرب في السنوات الأخيرة مجهودات لتجاوز هذه المسألة، ولكن هنا أريد أن أشير أن الغرب يتحمل، الغرب الاستعماري يتحمل مسؤولية كبرى في إبقاء الشعوب الإفريقية متخلفة وجاهلة. المشكل التالي هو أن بعد خروج الغرب ترك نخب سياسية فاسدة تخدم مصالحه أكثر مما تخدم مصالح شعوبها، بل أنها كانت أداة قمعية لقمع الشعوب من أجل أن توفر للغرب المواد الخامات التي يستعملها في تطوير الآلات الصناعية. يجب أن لا ننتظر اليوم كقوى التحرر في العالم وليس في أفريقيا أو الوطن العربي أو الإسلامي، يجب أن ننظر بواقعية. هل من استعمرنا، هل من أباد شعوبا يمكنه اليوم أن يقدم الغداء بشكل مجاني أو يقدم الدواء بشكل مجاني؟ نحن نتحدث عن استعمار يناقش في بعض منتدياته هل يمكن للغرب أن يتدخل لوقاية الأفارقة من الأمراض الفتاكة أو القاتلة، أو أنه يجب عليه أن يترك ما يسمى بالانتقال الطبيعي، السليكسيون ناتورال، يعني أن المرض حينما يحل بدولة يقتل من يقتل ويترك من يقتل، هذا شيء من الطبيعة. دعينا نقول لو أن كان عوض الكوفيد 19 كان مرض قاتل، المرض الذي يسبب القتل مباشرة بعد الإصابة به، وكانت عدد القتلى بالملايين، إفريقيا ستفرق من سكانها التي تعاني أصلا تعاني إفريقيا في بعض الدول كالغابون وغيرها من نسبة نمو سكاني سلبي بسبب الأمراض وبسبب الكحول وغيرها. المشكل اليوم سواء في إفريقيا أو في العالم العربي، الغني ليس هناك. كم من مختبر في العالم العربي يشتغل؟ أنا لا أتكلم عن مختبر مغربي أو عن مختبر قطري، أنا أتكلم عن مختبر لدول عربية تموله الدول العربية الغنية وتشتغل فيه العقول العربية التي نجدها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا، تشتغل على 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 على, 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 على يعني إنتاج اللقاحات وإنتاج الدواء. كم من مختبر؟ نحن هل ننتظر من الغرب أن ينتج لنا الدواء لكي نتداوى، أم أنه يجب أن نجعل الدواء كالغداء كالماء
مساله حيويه واستراتيجيه. ولكن حتى هذه الدول يعني على الرغم كل الابحاث ويعني ما قدمته من لقاحات ربما قبل الوصول اليها عانت انظمتها الصحيه المتطوره من انهيار خلال الموجه الاولى من هذا الوباء. الان الى الملف التركي، ومن صحيفة ديلي صباح مقال بعنوان الجدل المشتعل حول استطلاعات الرأي والوضع الاقتصادي في تركيا. يقول الكاتب: أدى انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى إعادة اشتعال الجدل حول الانتخابات المبكرة بين الحكومة والمعارضة التركية، والتي حاولت على مدار سنوات النيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها فشلت. واليوم تعود المعارضة وتستخدم نفس الأجندة. لا يمكن للمعارضة الحصول على المزيد من دعم الناخبين لأسباب اقتصادية فقط. وفق إحصاء جديد، فإن معدل الذين يعتقدون أن المعارضة ستحل المشاكل الاقتصادية 42%، بينما انخفضت هذه النسبة في أكتوبر تشرين الأول عندما بلغ الدولار الأمريكي حوالي 10 ليرات لتصل إلى 38%. ومع أن الأتراك ينظرون مثل جميع الناخبين في العالم إلى جيوبهم بالدرجة الأولى عند التصويت، إلا أنهم معروفون أيضا بأنهم مغامرون. فمنذ عام 1950 عندما بدأت تركيا نظاما متعدد الأحزاب، لم تتمكن أي تقلبات اقتصادية من تغيير سلوك الناخبين لصالح التشكيلات السياسية التي ينظر إليها على أنها غير وطنية. لكن لصحيفة زمان التركية أيضا توجه آخر، حيث ركزت على معظم الأخبار الاقتصادية السلبية. هنا مثلا نقرأ: واحد من كل أربعة أشخاص في تركيا يعاني حرمانا ماليا خطيرا، وفق ما كشفت بيانات اقتصادية أوروبية. وقد اتضح أن تركيا من بين الدول التي تعاني من أعلى معدل خطير للحرمان المادي في أوروبا. والحرمان المادي هو مصطلح متعارف عليه للتعبير عن حالة الضائقة المالية. ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فإن نحو ثلث سكان تركيا في عام 2020 عانوا من حرمان مادي خطير، وكانت نسبة هذا الحرمان نحو 26% خلال العام 2019. تركيا هي الدولة ذات معدلات التضخم الأعلى في أوروبا حتى الآن وفق الصحيفة. إذن أستاذ مصطفى، أسألك هنا، هل يكفي فعلا التراجع أو تراجع الوضع المعيشي للرهان عليه في تغيير سلوك أي ناخب؟ ويعني خاصة أنه الكاتب في المقال الأول يقول بأنه حتى ناخبي المعارضة لا يرون حلا لمشاكلهم الاقتصادية في المعارضة، وبالتالي ما مدى قدرة هذه الأزمات على تغيير سلوك الناخب التركي؟ أنا لا أعتقد أن اللجوء الانتخابات السابقة لأوانها سيحل مشكل الليرة التركية، التي هي في الأول مشكل الاقتصاد التركي الذي هو جزء من مشكل الاقتصاد العالمي. لا يجب أن لا ننسى أن كورونا قد أجهزت على الكثير من الاقتصاديات التي أوصلتها إلى مرحلة الفشل. هناك أيضا دول التي كان معدل نموها مرتفع جدا كالصين والهند، الآن معدلات نموها تدنت بشكل كبير. لا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني ومن ديونتها تجاه الجهات الدائنة مرتفعة ومرتفعة جدا. الاقتصاد العالمي ما كاد يتعافى من أزمة 2008 حتى ضربته جائحة كورونا، والآن كل هذه التهديدات بموجة خامسة وبأن الدول قد تلجأ إلى حماية حدودها وإغلاقها إلى آخره، هو تهديد أيضا لهذا الاقتصاد. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أن الناخب التركي في الواقع ما يؤثر فيه هو القضايا القومية أكثر من القضايا الاقتصادية. يكفي أن أردوغان حقق مثلا يعني نصرا من خلال مساعدته لأذربيجان لكي يحس تركي المعروف أنه يحس واحد باعتزاز والانتماء القومي، يحس واحد النوع من من من, من الافتخار أمام الناس الذين يحققون له هذا الاسم. ثانيا، جزء من أزمة الليرة وجزء من الأزمة الاقتصادية هو مرتبط ببلد أو بلدان عربية استهدفت الليرة، وهذا معروف عند الأتراك. أخيرا، المشكل أيضا هو في التعامل مع الدولار،
والان كاينه مجهودات تركيه ايرانيه روسيه فنزويليه صينيه للتحول الى العملات التعامل بالعملات المحليه لضرب هيمنه الدوله، لان هذه الهيمنه تهدد العملات المحليه. وبدا الحديث عن البترو يوان عوض البترو دولار. وهذا شيء من الاشياء التي تثير حافظه الامريكان وتثير غضبهم. ثم انها اذا راينا اللقاء الاخير بين الايرانيين والاتراك حول التبادل التجاري، سلع مقابل سلع الى اخره، اذا هناك حلول اقتصاديه. ولكن الذي اعتقد يؤثر اكثر في الاتراك هو الجانب القومي وجانب العزه بالانتماء الوطني. نعم، الى فقره كاتب اليوم، حيث نسال ميشيل كلاغاسي ضيفنا من حلب عن تفاصيل مقاله في الميادين نت بعنوان: هل تكرر واشنطن مخطط الربيع العربي في دول رابطه اسيا؟ قبل النقاش نشاهد هذا التقرير. هل تكرر واشنطن مخطط الربيع العربي في دول رابطة آسيان؟ ميشيل كلاغاسي، الميادين نت. رغم إدراك دول آسيان أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدامها ضد الصين، فإنها تفضل عدم الانحياز لأي طرف وتحاول الاستفادة من علاقاتها البناءة مع الجميع، ولن يكون اختبارها وجعلها تقف أمام خيارين أمرا جيدا وسيكون مقلقا للبعض فيما سيرفضه البعض الآخر سلفا. فالصين تعتبر حتى اللحظة أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إن كان داخل آسيان أو ضمن حدود القارة الآسيوية، في حين تعتبر الولايات المتحدة بشكل عام ثاني أكبر شريك تجاري للعديد من دول آسيان من خلال العلاقات الثنائية. ويبدو من الصعوبة بمكان أن تجد واشنطن وسيلة مناسبة لإقناع تلك الدول وجذبها لاستبدال علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الصين. فمن الواضح أن الولايات المتحدة لم تستطع تحقيق النجاح في هندسة صراع دول الآسيان مع الصين، لكنها استطاعت جذب أستراليا في أوقيانوسيا وبريطانيا في أوروبا كقواعد تثبيت ومراقبة وتهديد في عالم متعدد الأقطاب لا مكان فيه للحياد مع استمرار الهيمنة الأمريكية الشرسة التي تسعى لزراعة وتبني الجماعات والأحزاب المناهضة للصين داخل دول الرابطة عن طريق التدمير والتخريب الاقتصادي، في ظل وجود حكومات حالية غير مهتمة بتحويل الصين إلى عدو والقارة الآسيوية إلى ساحة معركة. فهل تحاول واشنطن السير في لعبتها المحببة بتغيير الأنظمة واستبدالها بأنظمة عميلة أو خانعة في محاولة لتكرار الربيع العربي وإشاعة الفوضى والخراب على امتداد خط سير مبادرة الحزام والطريق الصينية، والذي تعتبره واشنطن من ضرورات تأخير الصين، وعودة للولايات المتحدة إلى نغمة التفوق الاقتصادي وفرصة لإعادة رسم دورها العالمي الذي يفوق دول العالم كافة؟ نرحب بالكاتب والباحث السياسي ميشيل كلاغاسي من حلب، أهلا بك أستاذ ميشيل. إذا يعني في المقال ترى سيد كلاغاسي بأنه الدول آسيان تدرك أن الولايات المتحدة اليوم تسعى لاستخدامها كعصا غليظة في وجه الصين، ولكنها تفضل التزام عدم الانحياز. لماذا تفضل ذلك، وإلى أي مدى يمكن أن تستمر في هذا النهج؟ نعم، حتى إصلاح هذا الخلل الفني نعود إلى الأستاذ مصطفى المعتصم. إذن كنت تستمع معنا لهذا المقال للكاتب ميشيل كلاغاسي، يتحدث فيه عن ويتساءل فيه عن إذا كانت الولايات المتحدة تحاول أن تحدث وتشعل ما يسمى بربيعا عربيا في دول آسيا، هل يمكن أن تنجح بذلك أستاذ ميشيل؟ أستاذ مصطفى عفوا. أنا أعتقد أن دول آسيان هي التي تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية للحضور في المنطقة والإبقاء على قواعدها العسكرية في أكثر من بلد في منطقة شرق آسيا. ليست دول آسيان وحدها، بل أستراليا أيضا والهند. الهند التي تتخوف من التوسع الصيني الذي يحاول تطويق الهند من خلال التحالف أو التقارب الصيني الباكستاني والصيني النيبالي. إذن هناك بالفعل هناك
مصالح اقتصادية، بحيث أن اليابان تعتبر الشريك الأول للصين والعكس صحيح. تايوان هي التي تنتج يعني المكونات الإلكترونية التي تستعملها الصين في الصناعات المتقدمة في الوحدات الإلكترونية. هناك علاقة تجارية قوية جدا مع فيتنام وغيرها، ولكن هذه الدول أيضا تعاني من محاولة أو من فرض الصين يعني هيمنتها في منطقة بحر الصين، بحيث أن الصين وضعت منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي ما يسمى بشريط القطاعات التسعة، وأضافت إليه منذ 10 سنوات قطاعا عاشر، أو منذ 2013 القطاع العاشر، وهذه القطاعات في الواقع هي هيمنة مطلقة على الجوف القاري في بحر الصين، وهو ما ترفضه دولة كالفيتنام وإندونيسيا وماليزيا واليابان. هناك أيضا مشكل مع اليابان حول جزيرة سينكاكو. إذا كان هناك مشاكل أمنية، اليابان نعم. كان عفوا انها كانت دائما نعم عدو. مصطفى، اصبح ايضا الاستاذ ميشيل كالغاسي معنا الان. واستاذ ميشيل، كنت اسالك، يعني بالمقال تقول انه دول اسيان تدرك ان الولايات المتحده تسعى لاستخدامها كعصا غليظه في وجه الصين، ولكنها تفضل التزام عدم الانحياز في ذلك. الى لماذا تفضل ذلك، والى اي مدى تستطيع ان تستمر في هذا النهج؟ صباح الخير سيدتي. بالنسبة لدول آسيان التي تفضل البقاء على الحياد أو عدم الانحياز، هي تعرف بالتأكيد حجومها وحجوم عضلاتها وإمكاناتها السياسية والعسكرية. هي تخشى الدولة الأمريكية، هي دولة قوية وتمارس عليهم ضغوط هائلة، وتدخل إلى بيوتهم وغرفهم الداخلية حتى تعمل على دعم العديد من أحزاب المعارضة الشرسة، دعيني أقول أحزاب المعارضة التي يمكنها أن تمارس عمل التخريب وغيرها. فما من دولة عاقلة تلجأ لتحدي الولايات المتحدة ما لم تملك سلفا مقومات الصمود أو القرار بالتحدي أو بالاستسلام. لذلك هي لا تواجهها مباشرة وتفضل البقاء على الحياد. نعم. طيب أيضا يعني سيد كالغاسي، في المقال تقول أن الولايات المتحدة لم تنجح بهندسة صراع دول آسيان مع الصين، ولكن السؤال، هل من الممكن أن يتغير ذلك في ظل وجود تحديات ومصالح متداخلة لهذه الدول في بحر الصين الجنوبي، وفي ظل أيضا انفاق الأموال ورصدها لتعميق هذا التعاون الاقتصادي مع هذه الدول من قبل الولايات المتحدة؟ في السياسة كل شيء وارد. دعينا ندخل إلى غرف صنع القرار لتلك الدول كي نستطيع الإجابة على هذا السؤال. الولايات المتحدة كما أسلفت القول هي دولة قوية وقوية جدا، تستطيع التأثير على هذه الدول وتستطيع أن تضغط عليها لاستخدامها ولتحويل سلوكها أو لتغيير قرارها السياسي، تستطيع ذلك. ما من قرار مسبق الصنع أو سلفا نستطيع أن نقول أنها لا تستطيع. لذلك الدول لا يمكنها سلفا أن تقول إلا إذا كانت تعتمد خطا استراتيجيا وتقيم تحالفاتها عليه، والمفترض أن يكون كذلك بين تلك الدول التي تجمعها الجغرافيا والتاريخ والجيوسياسة بشكل عام تجمعها. فعلاقتها مع الدولة الصينية قوية وقوية للغاية، ولا يمكن اقتلاعها من محيطها الحيوي، لكن لابد من مراعاة التأثيرات الغربية والأمريكية تحديدا، فيمكنها أن تكون ذات فعالية وتأثير خطر تدرك حجمه الصين قبل تلك الدول. الصين هي التي تثمن الخطورة أو تقدر الخطورة في التصرفات الأمريكية، ويمكن أن نستدل على بعض الأمثلة. نعم. ما يحصل في ميانمار، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للقائد العسكري ولحكومات عسكرية ولغيرها، هؤلاء هذه المجموعات تقوم بالاعتداء على المعامل الصينية الموجودة هناك.
بالإضافة تقوم بالتعامل سلبا أو بالتفجيرات أو بالأعمال التدميرية نعم. والتخريبية لخطوط الأنابيب التي تعتبر ركنا أساسيا بخط سير مبادرة الحرير والطريق والمبادرة الحرير. شكرا نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي ميشيل كلاغاسي، كنت معنا من حلب. إلى جولتنا على الميادين نت والتي نبدأها من موقعنا باللغة العربية، وتطالعنا على الصفحة الرئيسية متابعة لنتائج الانتخابات المحلية والولائية في الجزائر وتطورات عديدة من فلسطين المحتلة وسوريا وأفغانستان، فضلا عن مواضيع صحية وبيئية وثقافية وغيرها. البداية من صفحة المقالات، حيث نقرأ لأحمد الدرزي مقال بعنوان كردية أو كرد سوريا بين واشنطن وموسكو، وهنا يضيء الكاتب على أن مصطلح اللامركزية يبقى غائما بفعل الفهم المتفاوت له من مختلف الأطراف. في الصفحة الرياضية نتابع إنجازا لمنتخب شباب لبنان بعد تأهله إلى المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا للشباب في كرة القدم بفوزه على منتخب الأردن. ومن الصفحة الثقافية اخترنا اليوم سكوت فرخو كلينت إيستوود العوام. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية، حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. نبدأ من صفحة الرأي ومقال لحسام عبد الكريم بعنوان في ذكرى محسن فخري زادة اغتيال القادة الإيرانيين. الإنفوغراف اليوم عنوانه لافت جدا بالأرقام، هل يواجه فيسبوك صعوبة في المحافظة على المستخدمين الأصغر سنا؟ ومن صفحة الفيديوهات نشاهد أمازون متهم ببيع الأدوية عبر الإنترنت في الهند. في موقع الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. نبدأ من صفحة المقابلات، مع هذه المقابلة الحصرية للميادين أجراها الزميل مايك شلهوب مع السيدة كاميلا فابري زوجة الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب. وإلى هذا الخبر، المكسيك، الدعم الشعبي للرئيس لوبيز أوبرادور يبلغ 68% وهي أعلى نسبة في عامين. وهذا الخبر أيضا، هندوراس إلى صناديق الاقتراع اليوم. وتقرير عن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمات أخرى يحمل تنديدا بأسباب الهجرة المقلقة في أمريكا الوسطى. ختام جولتنا مع الرسام الكاريكاتوري الكوبي خورخي، وهذا الرسم بعنوان حذاري من تطبع أنت. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الحدث هذا اليوم، اتفاقية الدفاع المشترك المغربية الإسرائيلية تدفع القوى الرافضة للتطبيع في المغرب إلى التحرك وتعزيز الجهود، إما إقليميا فالمزيد من القلق مع اقتراب وجود دولة الاحتلال من مساحات كانت محرمة عليها في العقود الماضية، فما هي حدود المواجهة؟ قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، ننتقل إلى جولة على ما ورد في الصحافة المغاربية، يصحبنا فيها الزميل مهدي ديراني. صباح الخير مهدي. صباح النور، شكرا لك يارا. نبدأ من موقع المغرب اليوم، حيث نقرأ إسبانيا تعلن عدم الامتناع عن تصدير أسلحة للمغرب. وفي التفاصيل، فقد أجابت الحكومة الإسبانية على استفسار برلماني حول هذا الأمر بأن المغرب لا عقوبات دولية عليها تمنع من بيعها وسائل دفاعية. وإلى موقع أخبارنا المغربية، حيث نقرأ هذا الخبر، تواصل احتجاجات الطلبة على قرار بن موسى بمراقش ولهدنة تلوح في الأفق. ومن المغرب إلى الجزائر، حيث نقرأ في صحيفة الخبر، رغم تحسن نسب المشاركة في الاقتراع وتراجع المقاطعة الحزبية، المحليات تكرس تقريبا نتائج التشريعات. وإلى تونس، حيث نقرأ من جريدة الصحافة اليوم عنوان تقرير يغذيها الارتفاع المتواصل للأسعار، نور الدين الطبيب
الطبوبي يحذر من ثورة البطون الخاوية. نختم جولتنا مع صحيفة رأي اليوم الإلكترونية ومع مقال لكاظم ناصر بعنوان اتفاقية الدفاع المشترك المغربي الإسرائيلي ومخاطرها على المنطقة. يقول الكاتب من الأهداف الهامة التي ستساعد هذه الاتفاقية إسرائيل على تحقيقها جمع أكبر قدر من المعلومات عن النشاطات الإيرانية في المغرب العربي واستغلال الخلافات المغربية الجزائرية حول الصحراء الغربية لبيع أسلحة للمغرب قد تشمل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى لإضعاف الجزائر التي تدعم الفلسطينيين وتعارض انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب. ويتابع الكاتب إن الاتفاقية تعتبر خارج الإرادة الشعبية لتعارضها مع موقف الشعب المغربي الداعم للحق الفلسطيني والذي يرى أن استقبال المجرم جانس خيانة للقضية الفلسطينية والقدس. عودة إليك يارا. شكرا لك مهدي. جديد رحب بك الأستاذ مصطفى المعتصم عضو مجموعة العمل لمساندة فلسطين. ويعني أبدأ معك بالحديث عن هذه الاتفاقية بين المغرب وإسرائيل. إذن المصلحة الإسرائيلية واضحة من مثل هذه الاتفاقيات، ولكن ما هي مصلحة المغرب اليوم؟ أي مكاسب لها؟ أنا أعتقد أنه يجب الحديث عن مصلحة المؤيدان للتطبيع في المغرب. هذه فقاعة إعلامية، لأن المغرب ليس في حاجة إلى الدرون الإسرائيلية. هناك الدرون التركية وغيرها من الدرونات في العالم. المغرب استطاع أن يشتري منظومة صواريخ للدفاع عن أجوائه من أي دولة في العالم، ليس هناك أي مانع من هذا الأمر. المغرب يستطيع أن يستعمل الأسلحة التي يشتريها ويقتنيها باستثناء السلاح الأمريكي أو سلاح بعض الدول التي كانت لا تمانع في استعمال ذلك السلاح للدفاع عن المغرب أو لاستعماله داخل حدود المغرب، ولكن كانت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تمتنع أن يستعمل المغرب دبابات أبرامز أو طائرة F-16 في الصحراء. اليوم اعترفت بالصحراء المغربية وتعتبرها الآن تابعة للسيادة المغربية، وبالتالي حتى هذا الأمر لم يعد ممكنا. إذا أنا أعتقد أن هذه فقاعة إعلامية أراد منها عملاء الصهيونية و يعني المدافعين على التطبيع يعني تقديم إسرائيل كدولة صديقة حليفة تدافع عن الكيان على المغاربة. الشعب المغربي دافع عن إسرائيل منذ 1975، قدم الدم، الجيش المغربي قدم بطولات باسلة. المغرب لم يكن ليس في حاجة لمثل هذه الاتفاقيات. نعم. وبالتالي هذه مناورة قتلة. الشعب المغربي يحاول التصدي لمثل هذه الاتفاقيات بطبيعة الحال. اليوم حتى هناك وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار مع المقاومة وضد التطبيع. لو تطلعنا على تفاصيل هذه الوقفة وعلى الخيارات اليوم للتصدي لمثل هذه السياسات، خاصة في ظل سياسة القمع التي تنتهجها السلطات المغربية تجاه كل من يريد الوقوف إلى جانب فلسطين. هناك الآن برامج، هناك أكثر من برنامج، لأن هناك جهات سواء محلية أو وطنية وضعت برامج للتحرك لمناهضة التطبيع. هناك يعني اعتصامات، هناك مسيرات، هناك تحركات طلابية شهدت مختلف المدن والأقاليم المغربية. نعم هناك نوع من التصدي، ولكن كيبقى في حدود او في نطاق. على كل حال ليس في الاتجاه ديال استعمال المفرط للسلطه، المفرط للقوه، ولكن على كل حال هناك تضييق، ولكن المناظرين موجودون لكي يقبلوا هذا النوع من التحدي والنوع من التضييق. سيدتي، اريد ان اتحدث على اسرائيل. لماذا هذا كل هذا الضجه الاعلاميه التي تثيرها؟ اجتمعت بالبحرين واخرجت
ما جرى بينها وبين البحرين، ونفس الشيء بالنسبه لما جرى مع الامارات، وبالنسبه للمغرب. ليس المغرب هو من سرب المعلومات عن اللقاء بالاسرائيل. انا اعتقد على ان الكيان الصهيوني بهذه التسريبات يريد ان يطمئن الراي العام الاسرائيلي، الذي يعرف جيدا بعد المعارك التي خاضها في 2006 في لبنان وأربعة معارك مع الفلسطينيين، أنه لم يعد بمقدوره الدفاع المستوطنين، الدفاع رعاع الأفاق الذين حلوا بفلسطين. يريدون أن يطمئنوهم على أن هناك ترتيبات، خصوصا أمام محاولة أمريكا إعادة انتشارها والتخلص نسبيا من وجودها في منطقة الشرق. يريدون أن يطمئنوهم على أن هم بصدد تكوين حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، ويريدون أن يلهوا الرأي العام الإسرائيلي على أن إيران قد أصبحت قوة نووية، وبالتالي يجب أن يتعاملون مع هذا المعطى الجديد، هذا المعطى القوي، أن إيران ليس باستطاعتهم هزمها أو تنهى على دعم المقاومة. لهذا إسرائيل تذهب إلى هذا النوع من البوزات الإعلامية لمحاولة طمأنة رأي عام مهزوز، خصوصا بعد معركة سيف القدس. أما القبة الحديدية وبيعها للمغرب وغيرها، لو كانت القبة الحديدية الإسرائيلية تنفع لنفعت مع صواريخ نقول عنها الوقت بدائية. مصطفى، نعم وصلت الفكرة. ننتقل إلى جديد اليوم. وجه رئيس حكومة طالبان في أفغانستان محمد حسن أخوند إنذارا لمن يحملون الحركة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وفي كلمة صوتية مسجلة، اتهم أخوند المسؤولين السابقين بتضليل الرأي العام، محذرا إياهم من المس بأمن حكومته. إن مشاكل تفاقم البطالة والانهيار المالي بدأت في ظل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، ولا ينبغي للأفغان تصديق المزاعم القائلة بأن طالبان هي المسؤولة. في 3 أشهر قمنا بتعيين لجان اقتصادية لحل مشاكل البنوك، وكذلك عينا لجنة تنظيمية لهيكلة الإمارة الإسلامية، ونحاول قدر المستطاع حل مشاكل الناس، لكن أولئك الذين تركوا الحكومة السابقة يسببون القلق ويضللون الناس حتى لا يثقوا بحكومتهم. كل الشكر لك أستاذ مصطفى المعتصم، وأنت عضو المجموعة العامة لمساندة فلسطين، على وجودك معنا. شكر لكم مشاهدينا على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.